أهلا بيكم. ده دلوقتي إن شاء الله Chapter 5 Lodging بس Part 2. إحنا المرة اللي فاتت كنا عملنا شوية مقارنة كده ما بين الـ Airport Hotels والـ City Center Hotels والـ Resort Hotels لو تفتكروا يعني. فهرجع تاني هنا للسلايد دلوقتي بس ما نجيب بالأول Float on Top. Add Float on Top View. قلنا فلوت اون توب، ما هو تعلمها فلوت اون توب، تزعلين ليه؟ Why don't you float on top man؟ مش عارف ليه، المهم مش مشكلة، مش ضروري تشوفوني أوي دلوقتي. Airport Hotel اللي اتكلمنا عليها، وكرونفرنس شرحناها، سويت هوتيلز، اكستندد ستي شرحناها، اللي هيقعدوا فترة طويلة، سيتي سنتر هوتيلز، ريزيدنشال هوتيلز، ريزيدنشال هوتيلز دي فنادق الإقامة الدائمة. جاي من كلمة resident أو residency. residency يعني الإقامة. فنادق الإقامة الدائمة دي ممكن تلاقيها في بعض من البلدان، بس لازم تكون كبيرة شوية جغرافيا، يعني زي أمريكا كده. في ناس كتير من اللي هم كبار، الدنيا برد جدا في الولايات الشمالية، ففي فترة الصيف يعيش في الجزء الشمالي، وفترة الشتاء لما يكون الجزء الشمالي برد بقى وتلج ومش قادر درجة الحرارة يعني منخفضة جدا، ينزلوا يعيشوا 6 شهور في الجنوب، بيقعدوا في residential hotels. طبعا دي بتبقى زي الـ all suite hotels، ان هي تبقى أجنحة والفترة الإقامة قد تطول 3-4 شهور وكده يعني، لكن بتقدم كل الخدمات اللي انت محتاجها في او اللي بتحصل عليها في الفنادق العادية. زي ايه مثلا؟ الهاوس كيبنج على سبيل المثال، اللي هو ان هم هينضفوا لك الغرفه وكده وبتاع. طيب كل يوم هيجوا يزعجوني، طب ازاي نقدر نخفض التكلفه؟ ما تديلوش هاوس كيبنج كل يوم، ادي له هاوس كيبنج مره في الاسبوع او ادي له هاوس كيبنج مرتين في الاسبوع. وده يمكن بالنسبه للشخص اللي هينزل يعيش 4-5 شهور في فندق عملي اكتر. اولا التكلفه هتقل لما الخدمات الفندقيه ما تبقاش بصفه يوميه، مش ضروري نغير لك الصابون كل يوم، الشراشف والملايات حتى من الناحيه العمليه يعني، هو انت بتغير الشراشف والملايات والكياس المخده كل يوم في بيتكم؟ معلش 90% لا، هنقول 10% بيغيروها كل يوم. طب خلاص احنا هنغير لك، هندي لك خدمات الهاوس كيبنج وتنظيف الشقه وتنظيف الغرفه او كده مره في الاسبوع مثلا، مرتين في الاسبوع او على حسب الطلب. ده بالنسبه لي الريزيدنشال هوتيلز. سيتي سنتر هوتيلز لازم المقارنه، لازم تعرف المقارنه ما بينها وما بين الفنادق الاخرى. كازينو هوتيلز بالرغم ان هي يعني حرام شويه لكن هكلمكم عليها، دي اتبنت عليها مدينه زي مدينه لاس فيغاس في امريكا، في وسط امريكا او في المنطقه الشرقيه، في مدينه مشابهه ليها اسمها اتلانتيك سيتي، كلها كازينوهات يلعبوا فيها ميسر فهيروحوا النار. اوكي، ولكن طالما ان هم هييجوا وهيسهروا في اللوكاندا وبتاع في الفندق يعني، ويقعدوا فتره طويله لحد ما يخسروا فلوسهم كلها، فعاملين لهم فندق عشان ييجوا فيه. والكازينو هوتيلز مشهوره دلوقتي كمان علشان يقعدوا فتره اطول باللايف شوز، يعني تبص تلاقي فيهم جايبين مغنيين مشهورين يقيموا حفلات بصفة يومية في هذه الفنادق وهكذا، عشان العميل يلاقي برضو نواحي أخرى من نواحي التسلية. ريزورت هوتيلز، ريزورت هوتيلز هتيجي فيها 2 سلايدز بعد كده يعني. وبيد اند بريكفاست هوتيلز، بيد اند بريكفاست هوتيلز دي الفنادق اللي هي بتاعت الإفطار والمبيت فقط، يعني هتلاقي في صالة الطعام صغيرة جدا ويدوبك بيقدم الإفطار. حتى في بعض الناس ممكن بيحولوا بيوتهم، لو كان عندهم بيوت كبيرة فيها مثلا 6 غرف أو 7 غرف ولا حاجة، يحولوها إلى، بالذات برضو أرجع أقول لكم في العالم الغربي وكثيرا من العالم الشرقي النهاردة، زي بي ان بي لو ما كنتوش سمعتوا عنه، إن شاء الله بحكي لكم عنه بالتفصيل يعني. أنت ولادك كبروا ودخلوا الجامعة، وممكن الجامعة بتاعتهم يكونوا راحوا درسوا في مدينة أخرى غير المدينة يعني في القاهرة مثلا، ممكن الولاد يروحوا يدرسوا في جامعة الإسكندرية، جامعة الإسماعيلية، جامعة معرفش المنوفية، مش ضروري يعني في جامعة القاهرة، في أوروبا وفي العالم الغربي ده شيء معروف جدا يعني.
فانت عندك 6-7 غرف في البيت، طب ما تأجرهم مبيت وافطار عشان ما تعورش راسك بقى بالغدا والعشاء والكلام ده. الافطار ابسط حاجه يعني توستيتين وجنبهم توستر وزبده ومربى، ده الفطار الاوروبي العادي يعني، واحده مراعي اورنج جوس وعلبتين ثلاثه كورن فليكس عشان الشخص اللي بيبات عندك ده يختار عايز الكورن فليكس اللي بالسكر، لا بتاع الدبه مش معرفش الكورن فليكس اللي هو فيه الياف، بس خلاص كده ده الفطار يعني. وبيض مفيوح يعني اسهل حاجه في الدنيا في العالم يعني، اللي ما بيعرفش يطبخ لو قلت له طب تعرف تعمل ايه يقول لك فايح بيض، ما فيش اسهل من كده. ده البيض بريكفاست. الاثنين سلايدز اللي على بوتيك هوتيلز، بوتيك هوتيلز ليها على فكره باوربوينت سلايد موجوده عندكم في ال www easy class ممكن تتفرجوا عليها. بوتيك هوتيلز بتبقى فنادق اصغر حجما من الفنادق الكبيره. الفنادق الكبيره زي ما انا دايما بقول بقى لي 70 سنه، الماريوت عندنا في مصر في القاهره 1250 غرفه. البوتيك هوتيلز بتبقى عدد محدود جدا من الغرف، يمكن ب 50 يمكن 30، بس ساعتها العميل مش هيبقى العميل ده في 602 العميل ده في 814، انت هتبقى عارفهم بالاسم يعني، الخدمه بتبقى بيرسونال سيرفيس اكتر. وبوتيك هوتيلز مش بيتكرر كتير يعني، الفنادق كلها شبه بعض، بوتيك هوتيلز هتلاقيه قلعه قديمه، قصر قديم، متحف قديم، وتحول الى فندق. طب وليه سموه بوتيك؟ لان مفيش منه كتير. الفنادق العاديه زي في المحلات، ما هو البوتيك ده نوع من انواع المحلات، الديبارتمنت ستور الكبير زي ماركس اند سبنسر زي ديبنهامز، لما تروحوا تشتري منه قميص او تروح تشتري منه فستان وبعدين تروح الفرح وتخش الفرح تخ ربي خالتي خالتك لابسه نفس الفستان لانها جابته من محل عنده 30 مقاس رقم 6 30 مقاس رقم 8 30 مقاس رقم 10، نفس الحكايه في القمصان 100 قميص رقم 14 100 قميص رقم 15 16 وهكذا يعني. فالتكرار لو طبقنا نظريه البروبابيليتي اللي هو نظريه الاحتمالات، الاحتمال عالي جدا انك تلاقي مثل هذه البدله مثل هذا القميص مثل هذا الفستان متكرر. لكن البوتيك بيجيب عدد محدد جدا من كل موديل او من كل شكل او من كل ديزاين، فنسبه الاحتمالات اللي انتوا واخدينها في الاحصاء طبعا اللي هي بتبقى probability 50-50 بتقل جدا جدا، ان الشخص يخرج يروح مكان معين مطعم او حفله او فرح او ايا كان ويلاقي واحد تاني لابس نفس القميص او واحده تانية لابس نفس الفستان. من هذا المنطلق هم سموه بوتيك هوتيلز. هتلاقوا فيه اعتقد 2 باوربوينت سلايدز بتدي لك بعض من الامثله عن البوتيك هوتيلز، واحد في سوريا والتاني مش فاكر فين، ارجعوا ل www easy class هيوري لك. وبعد كده ادي مراجعه سريعه الاكستندد ستاي هوتيلز، دي للناس اللي بيسافروا اللي عايزين يقعدوا في منطقه ولكن فور ان اكستندد بيريد، يعني هنا كاتبين usually defined as more than 7 days however extended period is much longer or could be much longer than 7 days. طب ايه تاني؟ لكن دي بتبقى عامله زي الشقق المفروشه فيها فول كيتشن، لان انت بقى هتطبخ وتطهو زي ما قلنا قبل كده، انت قاعد فتره طويله مش معقول هتشرب شاي ب 30 دينار في اليوم وبيض طماط تدفع فيه 7 دينار ليه يعني؟ ده 7 دينار تروح تجيب بيهم طبق بيض كامل ويمكن 4 كيلو طماطم بتاعت الزبدة كلها. وليفينج ارياز يعني فيها صالة للجلوس إلى جانب البيدرومز هي غرف النوم والإقامة. هل دي بتزداد؟ fastest growing segment أيوة بتزداد جدا في كثيرا من دول العالم اللي هي بتعتبر مقاصد سياحية، بالذات لما يكون الشخص اللي مسافر عنده أجازة طويلة. ريزورت هوتيلز، مراجعة سريعة، دايما او في معظم الاحيان للفيكيشنرز اللي هي السياحه الترفيهيه. ريزورت هوتيلز بيبقوا موجودين في مكان فيه جمال طبيعه، سينيك اريا، سينيك جايه من سين، سين يعني مناظر طبيعيه، موجوده في المدن الكبيره،
موجودة على البحر، موجودة فوق الجبال، موجودة في مش عارف على البحيرات، ملاعب كتيرة، ملاعب جولف، ملاعب تنس، ركوب خيل. احنا لازم ندي للحيقيم عندنا رياضات كثيرة متعددة. نيتشر هايكس، يعني يتمشى، يطلع يتمشى وسط الغابات ويتمشى ويطلع الجبل وحاجات كده يعني. وهتلاقي ان الموظفين لازم هتلاقي جزء منهم بيعمل في الديبارتمنت اللي اسمها ريكرييشن، مهمتهم ان هم يوجدوا دايما العاب مختلفه وانشطه مختلفه للناس المقيمين. وزي ما قلنا قبل كده لو تفتكر عدد المطاعم هيكون اكتر. هل في تركيز على البيزنس ترافلرز؟ ساعات الريزورتس دلوقتي يحبوا ينشطوا مبيعاتهم للمؤتمرات، فيروحوا يحاولوا يجذبوا المؤتمرات. المؤتمرات دي طبعا this is a business، للبيزنس ترافلرز، الناس اللي رايحين يحضروا المؤتمر دول بيعتبروا من سياحة رجال الأعمال، علشان نزود نسبة الإشغال عندنا وما نبقاش معتمدين فقط على السياحة الترفيهية. وادي ما برضو بيقول لك يبقى فيها برك سباحة وفيها ساونا وفيها جاكوزي وفيها جيمنيزيوم، كل وسائل الترفيه التي ممكن أن تتخيلها. هل كثيرا من الريزورتس بتعاني من الموسمية؟ يمكن تاخده في تور 211 اللي هو اقتصاديات السياحة. هل أوفر لنا أن احنا نبند الريزورت تماما لما مستويات الطلب تنزل، زي الجبال اللي أنا قلت لكم عليها كده، أنت تروح تعمل سكي، الجبل ده مخصوص موجود عند سلوك معين مشهور ان فيه طريق يعني منزل للناس اللي بيتريضوا وبيحبوا الرياضة بتاعة التزحلق على الجليد. طيب وفي الصيف هنعمل ايه؟ وفي الربيع هنعمل ايه يعني؟ طب هل نقفل احسن؟ هل يفضل ان احنا نقفل؟ هل نستغنى عن العمالة ونجيب عمالة موسمية؟ ففي ناس هيقولك بس العمالة الموسمية اللي هو عارف انه هيشتغل 3-4 شهور غالبا خبرته في المجال الفندقي هتبقى ضعيفة، لان لو كانت خبرته قويه وده شخص ممتاز يعني اكيد هيجد فول تايم جوب. بس ده اكسرسايز في الاقتصاديات. هل اوفر لنا ان احنا نقفل ونرجع نفتح تاني بعد 3-4 شهور، ولا نحاول ان احنا نقلص العماله ونعتمد على العماله الموسميه وهكذا يعني. مش هنطول عليكم في النقطه دي لان هي دي مسائل، بتبقى مسائل اقتصاديه. لازم يكون عندنا مستوى المبيعات ومستوى الأرباح ومستوى الإنفاق والمصاريف المختلفة وهكذا. ده بالنسبة للريزورس إذا كنا هنقفلها ولا مش هنقفلها. سيزوناليتي طبعا اللي هي النقطة الأخيرة دي اللي هي الموسمية. الفندق هنبتدي بقى نخش في الإدارات المختلفة يعني. الفندق بينقسم إلى من داخله يعني، انا عايز بس اعرف هو ليه float on top مش بيفضل on top، يعني اما انا اقول له edit sorry view واختار float on top. float on top يعني السكرين دي لازم يفضل على الشاشة طول الوقت. معلش اديني بجرب فيكم، نرجع تاني للباوربوينت. نقسم الفندق الى front of the house و back of the house. front of the house يعني واجهة المنزل. طبعا المنزل هنا ده ضمير او ما اعرفش اسمه ايه، كناية بيعود على الفندق. back of the house يعني المنطقة الخلفية ما وراء الكواليس. يعني الست اقسام المختلفة اللي احنا درسناهم في المحاضرة الاولى والمحاضرة الثانية اللي انا بحاول ان انا اسمعهم لكم في كل محاضرة، بعض منهم ممكن نطلق عليه او ينتمي الى front of the house، والبعض الباقي بينتمي الى back of the house. front of the house areas اللي هي المناطق يعني اللي هي الامبلويز الموظفين اللي فيها بيكون عندهم extensive guest contact، يعني اتصالهم بالعميل بيكون على درجة عالية جدا. زي ايه مثلا؟ زي الفود اند بيفرج، الويتر والكابتن والباس بوي، دول على طول انت بتقابلهم في المطاعم المختلفة وفي الكافيتريات. rooms division في الريسبشن والانفورميشن، ده انت على طول باحتكاك مستمر بمن يعمل في قسم الاستقبال وما بيعمل في قسم الاستعلامات.
فدول بيسموهم front of the house. back of the house هتقابل الموظفين دول لكن little direct guest contact. زي مين يعني؟ زي الانجينيرينج اللي هو الهندسة والصيانة، يمكن عمرك ما تقابلهم إلا لو كان في حاجة بايظة في الغرفة احنا هنصلحها لك، انت ممكن تكون مش موجود في الغرفة، لكن لو انت موجود هيجي لك بتاع الانجينيرينج ويقول لك انت طلبت ان احنا نصلح لك التكييف، طلبت ان احنا نظبط لك التلفزيون، حاجة كده يعني. accounting نفس الحكاية، نادرا ما هتقابل بتوع الاكاونتنج. human resources division اللي هم قسم شؤون الافراد، مدير شؤون الافراد، مدير الموارد البشرية، مدير التدريب مثلا، يعني هتقابلهم فين دول؟ ولا يمكن ولا عمرك هتشوفهم. في تصنيف تاني زي front of the house كده و back of the house، revenue center و support center. revenue center يعني القسم ده مركز من مراكز الربحية، زي ايه؟ الغرف طبعا، ده احنا بنين الفندق علشان نبيع غرف، وحنكسب معظم المبيعات بتاعتنا هتيجي من قسم الغرف. في مجال الفنادق حوالي 60% من المبيعات اساسها قسم الغرف، مصدرها قسم الغرف. 60% يعني ايه؟ 60% يعني من كل 100 دينار من المبيعات في حوالي 60% مصدرها قسم الغرف. فبالتالي قسم الغرف ده اقوى ريفينيو سنتر. في ايه تاني؟ فود اند بيفرج. الفود اند بيفرج اللي هو قسم الاطعمه والمشروبات او الاغذيه والمشروبات، 35% ده في المتوسط طبعا، 35% من ايرادات الفندق مصدرها قسم الاغذيه والمشروبات. فاضل 5% على فكره، لان 60 و35 يبقى 95. ال 5% دول تليفونات ولوندري. لوندري يعني قسم المغسله. 5% طبعا ده احنا بنتكلم برضو بالاف الدنانير، يعني مش 5% ده يعني ايه، ده حاجه بسيطه خلاص اخسرك منها، ها طز مش مشكله يعني. لا 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 بالعكس، 5% ده رقم كبير. فسابورت سنتر دي اقسام مسانده مش بتجيب لنا ريفينيو، لكن ما نقدرش نستغنى عنها. ادي امثله تانية، هاوس كيبنج. ايوه كوست سنتر طبعا، ده بيكلفنا المهاه والاجور والاقامه بتاعت الروم بوي والهاوس مان والروم كلينر والشمبر ميد، اكاونتنج اللي بيشتغلوا في قسم الحسابات، انجينيرنج اللي بيشتغلوا في قسم الهندسه والصيانه. طب ما نستغنى عنهم؟ لا طبعا ما نقدرش نستغنى عنه. ازاي يعني؟ الهاوس كيبنج هو اللي هينظف الغرف وينظف الفندق كله، اكاونتنج هم اللي هيديروا الحسابات، انجينيرنج اند مينتيننس هم اللي هيعملوا صيانه للفندق، هيومن ريسورسز هو اللي بيقود عمليه التعاقد مع الموظفين كلهم والعلاقات مع وزاره العمل ويقوم بعمليه التدريب. يعني مهمين جدا تلك الاقسام، ولكن سبورت سنترز دي اقسام مسانده بتكلفنا فقط، لا تعود علينا بالايرادات، لكن احنا لا نقدر ان احنا نستغنى عنها. اوكي اوكي، دلوقتي هنبتدي نتكلم مش بتفصيل قوي يعني، ولكن بتفصيل سريع كده عن الاقسام المختلفه. طبعا اولهم بقى قسم الغرف، زي ما قلنا 60% من الايرادات قسم الغرف، 35% قسم الاغذيه والمشروبات. لكن خلي بالك يعني، يمكن في الريزورت يقول لك لا ده احنا الاغذيه والمشروبات مش 35، الاغذيه والمشروبات 38% 40%، لان في الريزورت زي ما قلنا العميل احنا عاملين له مطاعم كتيره جدا علشان ما يزهقش يعني، والعميل في الريزورت نادرا ما هيطلع ياكل بره، لان الريزورت ده بعيد وهو قاعد على الشاطئ طول النهار كده لابس المايوه وعمال يتعرض للشمس ويتقلب في الامواج، يا اما ينط تحت الميه يغطس لو بيحب رياضه الغطس، راكب البنانا بوت وعمال لسه هيلبس ويخرج يتغدى تاني. فغالبا هياخد الفطار والغدا والعشاء في نفس الفندق. لكن في السيتي سنتر هوتيل، هناخد مثال مثلا هنا في الفندق اللي بقول لكم عليه دايما، ده باب البحرين مباشره، فندق الانتر كونتيننتال ريجنسي. طب ما هو ممكن وهو راجع علشان يتغدى في الفندق يقول اه انا اتغديت في الانتر كونتيننتال الفندق اللي انا نايم فيه امبارح. الله، امال ايه ده؟ ده الروتانا، ده خطوتين، ده يا دوبك يعني في دقيقتين هيكون جوه الروتانا. طب ما اتغدى في الروتانا النهارده، ها بكره الله هو قاعد في الشيراتون.
يبص كده يقول الله ايه الفندق ده الجولدن تيوليب ده قدام شيراتون ده هيعدي الشارع بس اللي هو عرضه 2 متر اذا عرف يعدي طبعا لان الشارع ده زحمه والعربيات ما تمشي فيه بسرعه. طب ما اعدي اروح اتغدى في الجولدن تيوليب اهو نوع من انواع التغيير اتفرج على فندق تاني وهكذا. بس معنى كده ان هو هي مايت مس ميل بدل الغداء غدا هنا بدل العشاء هنا يتعشى هنا وهكذا يعني. لكن في الريزورت ما بيحصلش كتير لان انت هتروح الفندق التاني ليه؟ انت عايز تفضل متمتع بيه الفندق اللي احنا عاملين لك فيه كل انواع الرياضات وكل انواع التسليه ووسائل الترفيه المختلفه اللي كنا لسه بنتكلم عنها يعني. ولو رحت تخصص في الفندق اللي جنب الفندق اللي انت فيه ما انت هتتفرج على نفس السمك، ما هو السمك كان عايم هنا عبال لما توصل الفندق التاني وتغطس الله نفس السمكه هي هيها وبتاع. برايمري ديفيجنز هنا انا مزود واحد تحت اللي هو السكيورتي، لكن السكيورتي غالبا بيحطوه مع الرومز. لكن ادي الاقسام المختلفه، قسم الغرف، قسم الاغذيه والمشروبات، قسم المينتننس اند انجينيرنج، وبعد كده القسم الثالث اللي هو الرابع قصدي ماركتنج اند سيلز اكاونتنج وهيومن ريسورسز. سكيورتي غالبا بيكون تابع لقسم الغرف. حتى من الناحية المعمارية لما تيجي تبص على الفندق كده هتقول طيب في مطعم في جزء من اللوبي، في مطعم تاني في جزء من اللوبي، في مطعم في الدور التاني، في مطعم في صالة حفلات في الدور الثالث مثلا يعني. لكن الأدوار المتكررة من الدور الثالث للدور ال 23 لو خدنا بقى مساحة كل دور، كل دور فيه مثلا 750 متر، في الثالث في الرابع في الخامس في السادس، معظم المساحة المعمارية بتاعت الفندق تحت قسم الغرف. يبقى خلاص السكيورتي اللي هم بيفتروا في الفندق كله المحافظة على الأمن ومحافظة على الأرواح ومحافظة على الممتلكات مش بس بتاعت الفندق، بتاعت الفندق وبتاعت العملاء برضو، دول هنحطهم في سب ديبارتمنت يعني في قسم فرعي لكنه هيكون تحت الهيمنة أو تحت الإدارة بتاعت قسم الغرف. يبقى ادي زي ما شفنا كده الست الاقسام الرئيسيه لو احنا شلنا السابع ده اللي هو قسم السكيورتي. ناخدهم بالتفصيل بقى علشان كده احنا وقف دلوقتي التسجيل ده عشان ننقل على الفايل اللي هتروحوا له بعد كده اللي هو chapter 5 lodging part 3 مش كده؟ بس لما نشوف بقى ده دلوقتي قال لك تعمل دوس على اسكيب وكوماند وكنترول، ادي كوماند وادي كنترول وادي اسكيب عشان نعمل ستوب. ما اعرفش انا ما عملتش ستوب ليه. عمل ستوب ولا عمل ستوب؟ ستوب يا عم الحاج. ستوب بقى. خلاص كده الله يخليك.